إذا ناخذ أرقام لهذا راح أحافظ على نفس اللي عملته المرماد، راح أقول هذه 189 كيلو جرام، واعتبرت الحديد من هون سي إي 450 جولز كيلو جرام كلفن، وتساوي 0.107 كيلو كالوريز كيلو جرام كلفن. الماس تبعت الفلويد راح اعتبرها 1000 كيلو، 1 متر مكعب، وهلا مش ماء، فلويد انون فلويد. سبيسيفيك هيت كاباسيتي لهذا الفلويد 840 جول بير كيلو جرام بير كيلو. هلا بدنا نحولها ل، فبصير عندي هاي 840 على 4200 كيلو كالوري بير كيلو جرام بير كلفن. 840 على 4200 تطلع 0.2، مضبوط؟ ثمانية في خمسة 4000 و4 في 5 200، وعندي HEAE راح تضلها نفس القيمة اللي هي 20 واتس بير كلفن. راح أغير الفلو 100 كيلو جرام بير مينت 20 واتس، فبصير عندي هلا واحد من التاوس راح تكون 10 ام على دبليو، بتصير 1000 على 100، وهاي هون عندي كيلوغرام وهاي كيلوغرام بير مينت، بتصير عندي 10 مينت. هذا احد الاسباب ليش انا غيرت هاي. تفضل. بالنسبه للستيت سبيس ايه، انا اول وحده هي على ام اي ناقصه في الموديل، قصدك في ستيت سبيس موديل؟ ايه على ام سي ولا دبليو سي انت بتقول؟ على ام اي سي، احسن، كويس، اوكي. وهاي نفس الشيء مش هيك؟ وهذه هون كانت ام سي مش هيك، مش دبليو سي، مضبوط هيك؟ هاي واحد على ام اي سي دي، وهذه واحد على، اوكي؟ طيب اذا هلا الارقام هاي انا غيرت هدول بالارقام عشان لسببين. السبب الاول ما بدي اضل احكي عن مي وبعدين اصير افكر اقول على 370 المفروض انها تكون تبخرت، اذا بدي ارفع الضغط وهيك، خلص اخترعت انا فلويد، فكرت بفلويد جديد. الفلويد هذا له خصائص اللي هو 840 جول بير كيلو جرام بير كلفن، بعرفش اذا هذا منطقي ولا لا، بس هذا رقم مناسب عشان يساعدني اني انزل التايم كونستنت. بدي التو تايم كونستنت يكونوا قريبين من بعض عشان تصير البروسيس مور رياليستيك، انها فعلا سكند اوردر. فعليا البروسيس لما يكون هذا 50 دقيقة والثاني دقيقة، صار عمليا رح تقولي ليش انت عمالك بتعمل سكند اوردر سيستم، هو فعليا اتس ا فيرست اوردر سيستم، مزبوط؟ هلا لما صاروا 1 ل 10 تقريبا رح يصير يطلع 1 ل 10 بصير منطق اكثر، ولما نعمل له سيميليشن اسهل انه نشوف الاوفر شوت. هلا الشيء الثاني كمان اللي بدي اصححه او اوضحه، كنت انا حاطه مزبوط بالوراق بس انا تلخبطت لما حطيته امبارح، كيو هي 5000 كيلو كالوري بير مينت. هلا اذا بدي احوله هذا الرقم بصير 5000، راح احط كيلو كالوري فوق وراح احط هون مينت تحت، بدي احوله لواتس، انا حابب اعرف شو الكيلواتيتر اللي بدي اشتريه. اذا رحت على السوق اشتري ما بقدر اقول له اعطيني كيلو كالوريز بير مينت هيتر، ما بفهمش عليه شو بحكي، ايش بفهم بالمحل؟ محل الهيترز، المحل الادوات الصحيه والهذا، لما بقول له ايش بحكي؟ كيلو وات. فبدي اذا حتى اتخلص من هاي بدي اضرب في يونيتي براكتس، مش هيك؟ ايش اليونيتي براكت اللي بحول لي من 1 كيلو كالوري؟ هذا على فكره اليونيتي براكتس بدكم تستعملوها طول حياتكم، اذا بتستعملوها بتريحك ما تتلخبط في الضرب والقسمه ولا هذا. 1 كيلو كالوري حطيتها تحت، ايش بحط مقابلها جولز فوق؟ 4200 جول، مضبوط؟ 4200 جول مش بتساوي 1 كيلو كالوري؟ الكالوري ايش بتساوي؟ 4.2 جول، فالواحد كيلو كالوري يساوي 4200 جول. ايش كمان بدي اتخلص؟ الواتس هي جولز بير سكند، مش هيك؟ عندي مينت تحت فبحط مينت فوق، وتحت بحط 60 سكند، فهاي بتشتغل معي، مضبوط؟ شو صارت الوحدات النهائية؟ ج
جولز بير سكند اللي هي وات. شو الرقم النهائي بالكيلو وات او بالوات رح يطلع معي؟ رح يطلع رقم خيالي طبعا. 5000 في 4200 على 60 بيطلع 350 كيلو وات. عمرك شفت هيزر 350 كيلو وات؟ رقم كبير، رقم كبير جدا، بس انا مش يعني راح نحطه هون نظريا. ما فيش، شو الهيتر اللي موجوده في البيت اللي بتسخن البويلر؟ 2 كيلو وات. الكتل الكهرباء 2 كيلو وات. هلا هاي يمكن عمليه صناعيه، بس انا شايف الرقم هذا. هلا ممكن انا بحتاج شيء زي هيك حتى احقق تايم كونستنس اللي موجود، حتى اقدر احقق، حتى اقدر اعمل الريسبونس اللي موجود. طيب اذا 350 كيلو وات هي الهيتر اللي موجوده هون. الستيدي ستيت كونديشنز اللي طلعناهم في المحاضره امبارح ما بتغيروا، بضلوا نفسهم. بضل عندي ات كيو بتساوي 500 كيلو كالوري بير مينت، وتي ان بتساوي 100 سلسس، تي تبعت الفلويد بتساوي 350. ولما برفع وتي اي اظن 600 كانت، مش هيك معنا؟ تطلع 600. هدول بضلهم صحيحين ما في تغير فيهم. يعني عم بدخل عندي الفلويد على 100 درجة مئوية، عمالي برفع درجة حرارته إلى 350 درجة مئوية باستعمال إليمنت درجة حرارته 600، وهذا كله at steady state conditions. كونه في فرق بدرجة الحرارة بين تي اي وتي مش معناه إنه هاي مش steady state conditions. هو كيو هلا قديش عم بدخل للسيستم؟ 500 كيلو كالوري بير مينت اللي هي 350 كيلو وات، 350 ألف جول بير سكند. عمالي برفع درجة حرارة الليكويد عم ترتفع من 100 ل 350، فبتطلع من هون at steady state بتطلع 350، تدخل 100. مين اللي سبب هذا الارتفاع؟ الحرارة اللي عم تدخل هون، اللي عم ترفع درجة حرارة الهيتر ل 600، ومن 600 عمالها بترفع درجة حرارة الليكويد عماله بصير 350. إذا غيرت steady state conditions الآن Q رفعتها من 5000 ل 5400 كيلو كالوريز بير مينت، وضل عندي تي ان اللي اعتبرناه احنا ديستربنس سي حسب ستيدي ستيت كونديشنز اللي موجوده هناك، راح يرتفع هذا ل 370، والهيتر راح ترتفع ل 640 سلسس. وهذا كله صحيح ما اختلف. هذه بس ستيدي ستيت كونديشنز مش الترانزنت.